السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم عبارة عن ازاي ننشئ الجولد ماتيريال في محرك EV. لو عندنا مش على هذا الاساس هنضغط نيو ماتيريال ونسمي دي ولكن جولد، هنلغي اليوز نودز بيس كولر، هنبحث مبدئيا في جوجل. لو جينا هنا بصينا على الهكس كولر للجولد FFD700 كنترول سي، نذهب الى الايفي كنترول في ميتاليك. السبيكولر هقول وليكن ان السبيكولر هقول ان السبيكولر 0.1 ورفنس 0.15. هضيف هنا وليكن اريا لايت، خمسمية يبدأ بخمسمية، والكالر هنا سايز 3، شيفت دي في الاكس، شيفت دي في الاكس. ده كده هنسميه سيلفر، وده كده برونز. الكالر ايضا هنذهب الى جوجل C0 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 كنترول C، ثم في السيلفر كنترول V. والبرونز نفس الموضوع، برونز ماتيريال هيكسا كولر تقريبا ممكن اقول B0 B0 0.8. طيب 5 7، إذا أصبح عندنا كده البرونز. والجولد ممكن نخليه هكذا. طيب عشان نرندر ده كده في الرندر احنا مستخدمين ايفي، خلينا نزود الرندر والفيو 200. هنضيف امبنت اكلوجن بالطبع، هضيف بلوم والستر والانتنسيتي هتبقى بوينت او، هنا بوينت او 3 وليكن، وسكي سكرين سبيس ريفلكشنز، والشادوز هاي بت هنا 2K هنا 2K. طيب مظبوط جدا. ما ننساش في كل ماتيريال نفعل سكرين سبيس ريفلكشنز هكذا، سكرين سبيس ريفلكشنز. بالنسبة لل HDRI فممكن نحمل أي HDRI من HDRI Haven. دي عندنا HDRI، فاحنا ببساطة ممكن نذهب إلى فيلم وترانسبيرنت عشان ما تظهرش. هنضيف كاميرا كنترول Alt 0. طيب خلينا نغير الكاميرا كالتالي، وثم بعد ذلك نقلل الانتنسيتي شوية 0.5، والكالر هنقلله يعني ده لو 100 هنخليه 250، ثم نضغط رندر. دي نتيجة الايفي، ده الجولد، ده السيلفر، وده البرونز. طبعا ممكن يتم إضافة بمب بديل بيزك ماتيريال، لكن دي كانت الطريقة أسرع طريقة لإنشاء الجولد أو السيلفر ماتيريال في الإيفي.